مرة أخرى للبطانة المهاجرة، تمام. هل العرض الأساسي ليها هو وجود ألم بيكون مصاحب للدورة الشهرية، ولا في أعراض أخرى هو ده يعتبر تبين من أهم الأعراض، من أهم الأعراض. هو عادة الدورة الشهرية لازم بيكون فيها ألم مصاحب ليها، لكن نوع الألم اللي بيبقى موجود في حالات البطانة المهاجرة بيبقى له شكل معين، إن هو بيبتدي يزيد مجرد ما البريود تنزل. قبل ما البريود تيجي بيبتدي يزيد، بعد كده حدته بتبتدي تقل معاه تدريجيا بعد كده، خد بالك. يعني هو بيبقى ليه شكل، لكن مش هو الحاجة الأساسية اللي أنا أشخص بيها بطانة مهاجرة مع وجود السونار اللي هو الحديث دلوقتي، وجود أشعة الرنين، وجود حاجات، وجود المناظير. لكن الألم المزمن في الحوض ده من أهم أعراض البطانة المهاجرة، محدش يقدر يقول إن هو، لكن مش أي واحدة عندها ألم أثناء نزول الدورة يبقى عندها بطانة مهاجرة. وده برضو من الحاجات اللي بتخلي واحدة دخلت على الفيسبوك أو على الإنترنت قارت إن من أعراض البطانة هي التأخر، هي حالة تأخر إنجاب، ان بيحصل لها الم اثناء نزول الدوره، يبقى انا عندي بطانه مهاجره. لا طبعا، هو الم المزمن ده من اهم الاعراض، لكن مش هو الحاجه الوحيده اللي اعتمد عليها في تشخيص بطانه مهاجره خالص. طيب، هل البطانة المهاجرة بتتسبب في أي مشكلة تخص الإنجاب؟ طبعا، هو من احد اهم اسباب من تاخر أحد أهم الانجاب. الأسباب. طبعا طبعا، البطانه المهاجره يعني وعلاجه بيفرق كتير جدا 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 في علاج. حتى قلت لحضرتك في اول الحلقه ان ممكن الحاله تعمل حقن مجهري ويفشل اكتر من مره، بمجرد ما نعالج كيس الشوكولاته اللي هو درجه من درجات البطانه المهاجره، يعتبر الدرجه الرابعه من درجات البطانه المهاجره، العيانه بتخف وبتبقى كويسه خالص وبتحمل، وممكن تحمل طبيعي. يعني هي عملت حقن مجهري عشان عندها تشوكلت سيست، فالدكتور مثلا هو خبرته في جراحات المناظير هو له طريقه ان هو بيروح شافط الكيس دوت ويدخلها دوره تنشيطيه عشان تعمل حقن مجهري، تمام. ده طريقه مش غلط، ما اقدرش اقول ان هو غلط، لكن لو فشل الحقن المجهري هي لازم تشيل الكيس. لما تشيل الكيس لو عملت حقن مجهري فرصتها في النجاح عاليه جدا، وممكن تحمل من غير حقن مجهري بعد كده. ممتاز. طيب، بالنسبة لجراحات المناظير، هل بيتم استخدامها في استئصال أورام الرحم اللي فيها؟ طبعا، في نوعين من ال أنا اسمح لي بس دكتور، عايزك تفرق لي ما بين استخدامات المنظار في الحالة دي تحديدا، وما قبل المنظار كان إيه اللي بيحصل؟ ما قبل المنظار كان بيتم اجراء اللي هي الجراحه التقليديه عادي خالص، اللي هو الحاله بتتفتح عادي فتحه زي فتحه القيصريه كده، وبتدي الدكتور يختار الاورام اللي فيها اللي كبيره اللي هيشيلها، او اذا كان ورم ليه في واحد هيشيله، ويبتدي يشيله بالجراحه التقليديه عادي ويقفل اكنها حاله زي حاله قيصريه. تمام. بس هي في مشكله بقى في موضوع الـ 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 الاورام اللي فيها، لو الورم اللي في ده داخل تجويف الرحم، يعني جزء كبير منه دخل جوه تجويف الرحم من جوه، الجراحه التقليديه هو هيفتح طبقات البطن هيلاقي الرحم في وشه ومفيش فيه اي حاجه خالص لان الورم جوه التجويف. طب ده هيجيبه ازاي؟ لازم هيروح فاتح الرحم كله ويروح مطلع الورم اللي فيه. ده طبعا اجراء مميت واجراء يعني مدمر ان هو يحصل. البديل بتاعه دلوقتي ان هو يستخدموا جراحات المناظير الرحميه في ان هم يشيلوا الاورام اللي فيها دي باجراء سهل جدا، وحاجه في منتهى الجمال والبساطه، ان الحاله بندخل عادي خالص ونبتدي نشيل الورم الليفي ده على حسب حجمه جزء جزء لحد ما بينتهي تمام، بدون فتحات، بدون عمليات، بدون اي حاجه خالص. الورم الليفي كله بيتشال عن طريق المنظار الرحمي. لكن الاورام اللي فيها بقى التانيه اللي هي بتبقى مثلا على جدار الرحم من بره، او على سطح الرحم من بره، او جوه جدار الرحم نفسه، دي بتتشال بالمنظار الجراحي عادي خالص، بندخل عادي برضو نفس اللي بيتم عن طريق الفتح بيتم عن طريق المنظار، بنفتح ونشيل. فقدان الدم بيبقى اقل كتير جدا عكس الفتح، يعني في الفتح يقول لك العمليه بتاعه استئصال الاورام اللي فيها عن طريق الفتح دي بلادي اوبريشن، عمليه دمويه. لا، بالمنظار ما بيبقاش فيه دمويه ولا حاجه خالص، بالعكس فقدان الدم بيبقى اقل كتير جدا. بعد ما بنشيل الورم الليفي بنخرجه، سواء بنقطعه او بنخرجه بجهاز كده بيقطع ويفرمه ويطلعه، وبنخيط تاني عن طريق المنظار برضو، بنستخدم الخياطه عادي جدا زيها زي الفتح بالظبط، خياطه ونرجع كل حاجه زي ما هي، والحاله بتخرج في وقت كل بسيط. الحالات يا دكتور بتخرج في نفس اليوم، ولا في حالات بتحتاج تتحط تحت الملاحظه لا كده قليل يومين ثلاثه جدا، ولا يعني حاجه؟ احنا حضرتك في المستشفى الحاله بتقعد من 6 ل 8 ساعات اقصى حاجه، يعني ما بتطولش عن كده. لا، وبتخرج بتروح بيتها، ما بتحتاجش حد يساعدها في حاجه، ما بتحتاجش حد يدخلها مثلا تواليت، بتبقى حياتها عاديه خالص. يعني الاستشفاء والتعافي بيبقى سريع جدا عكس جرح بقى كبير. طبعا طبعا. طيب، الاورام اللي فيها دي او اورام الرحم اللي فيها تحديدا، هل ممكن انها تصيب الفتيات قبل سن الزواج، ولا بس بتصيب المتزوجات؟ لا، هو ممكن ابقى قصدي حضرتك قبل سن البلوغ،
قبل سن البلوغ. لان هو الزواج ما ممكن واحده بقى تتجوز عندها 40 سنه لكن اخد حاجه. هو كومن قوي او مشهور قوي ان الاورام اللي فيها دي تيجي في السن اللي هو بنبتدي اكتشافها من العشرينات. تمام، في ممكن قبل كده، ممكن كبدايه اورام الليفيه، خصوصا في العائلات اللي هي عندها اورام الليفيه. يعني ممكن يبقى تلاقي حضرتك عيله كامله كلهم عندهم اورام الليفيه كلهم، يعني مثلا ام عندها اورام الليفيه ببناتها كلهم عندهم اورام الليفيه. دي ممكن بنتوقع ظهور اورام الليفيه فيهم بدري، لكن هو المعتاد ان هو ابتدي يكبر ويتم اكتشافه بعد سن 25 سنه، في سن 30 سنه، في الوقت ده يعني. لكن هو ملوش علاقه بالزواج، يعني ما فيش حاجه ممكن بتحصل من علاقه زوجيه او كده تجيب اورام الليفيه، لا ده حاجه بتظهر في بسبب نشاط في الخلايا اللي موجوده في جدار الرحم. ايه اسبابها؟ حتى الان اسبابها مش واضحه، لكن ربطوها زي ما قلت حضرتك بالجينات، ان هي ام جالها التاريخ الوراثي ممكن يبقى ليها دور الموضوع دوت، لكن اغلب الحالات ما بيبقاش فيه تاريخ وراثي. تمام. طيب الاهمال في علاج مشكله الاورام اللي فيها، هل ممكن لو المريضه ما اكتشفتش ده او ما قدرتش تشعر ان في حاجه غريبه واهملت ده لفتره كبيره، ده ممكن ياثر ازاي على صحتها؟ هو على حسب مكانه وعلى حسب حجمه. يعني احنا عاده الاورام اللي فيها اللي هي بتبقى اقل من 4 5 سم دي غالبا ما بتسببش مشاكل غالبا، الا في بعض الحالات. يعني لو مثلا حاله برضو عملت حقن مجهري وحصل فشل متكرر، يعني عملت حقن مجهري اكتر من مره وعندها اورام ليفي حوالي مثلا 4 سم وبعيد عن تجويف الرحم، لازم يتشال. تمام، في الحال فشل متكرر، ما بتكلمش على حاله هناخدها كده من اول ما تيجي العياده لقينا عندها اورام ليفي نروح مدخلينها نعمل لها، لا، لازم التعامل مع الموضوع ده بحذر شديد. لكن لو الاورام اللي فيها دي عامله نزيف شديد جدا لازم تتشال. لو الاورام اللي فيها دي موجوده في مكان ضاغط على الامعاء، ضاغط على الحالب، بعض الاحيان الورم اللي فيه ده ممكن بيطلع في مكان بيضغط على الحالب بوظ لنا الكليه، لا، في الحاله دي لازم بيتشال. لو حجمه كبير لازم بيتشال. لو شكله غريب، يعني الاورام اللي فيها دي ليها شكل في الالترا ساوند السونار، في بعض الاحيان معدل نموه لو سريع، لان هو بيكبر مثلا من نص سنتي لسنتي في السنه، ده لو بيكبر يعني خد بالك. لكن لو لقيناه بيكبر بسرعه، لا، ده يبقى ورم بياخد دلوقتي سلوك غريب، لا، لازم نشيله وهكذا. لكن هو بدون وجود الالترا ساوند ما كانش في حاجه اكتشافها اسمها اورام ليفيه، يعني ما كانش حد يعني بياخد باله قوي، او ما كانش المرض له قيمه كبيره قوي الا ما ابتدينا نستخدم السونار وابتدينا نشوف بدري وكده. فاستئصال الاورام الليفيه ليه معايير، سواء برضو لو هو فيما يخص الصحه الانجابيه هو مهم في حالات كتير، لكن ياما ولدنا حالات عندها اورام الليفيه وهي بتولد عادي خالص، ووصلت وولدت وخلفت وأورام، ومره واثنين وثلاثه وبتخلف والورم موجود ما بنجيش يمته خالص. وياما حالات تانية عندها ورم ليفي صغير واضطرينا نشيله علشان فشل متكرر الحقن المجهري، احنا ما قدمناش سبب واضح غير ده فلازم هنتعامل معاه وهكذا. لكن اهماله على المدى البعيد، السؤال اللي بيجي لنا على طول، هل هو ممكن يقلب لكانسر ولا لا؟ يعني ده ورم حميد ما فيش منه مشاكل خالص. ممكن يقلب بكانسر نص في المية، يعني نسبة قليلة جدا جدا جدا، وفي سن كبير مش في كل الحالات يعني. تمام، ونادرا ما بنشوفه. طيب دكتور احمد، عاوزين نتكلم عن المشاكل الموجودة عند اي انثى ممكن تكون سبب في ان هي ما تستطيعش الانجاب الطريقه الطبيعيه. وخلينا كده ناخد الموضوع او الرحله من بدايتها، من اول تكوين البويضه عند المراه حتى وصولها للرحم، المنطقه اللي المفروض بيتم تخصيب فيها هذه البويضه، ونشوف المشاكل اللي ممكن تكون موجوده ممكن تاثر على ايه في كل منطقه موجوده داخل الجهاز التناسلي. تمام، انا هبسط حضرتك الموضوع برضو. اللي هو زوجين دلوقتي داخلين عندي العياده عندهم حاله تاخر انجاب او رايحين مستشفى بحاله تاخر انجاب. رقم واحد، لازم نستبعد الزوج كسبب رئيسي لتاخر الانجاب. احنا دلوقتي خلاص استبعدنا الزوج، طبعا ما فيش حاجه اسمها علاج تاخر، عن طريق ان تحليل سائل منوي، ان هو ما عندوش مشكله، لازم تحليل سائل منوي. ومؤخرا دلوقتي بقينا نعمل تحليل تكسر الماده الوراثيه في الحيوانات المنويه، يعني ممكن واحد يعمل تحليل سائل منوي كويس وهو برضه هو السبب في تاخر الانجاب، لان في مشكله في تكوين الحيوان المنوي نفسه، الدي ان ايه بتاع الحيوان المنوي نفسه في مشكله، اللي هو المدخن لفتره طويله، اللايف ستايل بتاعته هكذا يعني. فاحنا استبعدنا الزوج خلاص ان هو سبب من اسباب تاخر الانجاب. نيجي للزوجه، ايه اللي ممكن يكون سبب عند الزوجه لتاخر الانجاب؟ اول حاجه احنا لازم ناخد تاريخ مرضي كامل، لازم بنسال عن كل حاجه، عن الدوره الشهريه منتظمه ولا لا، العلاقه الزوجيه بتفاصيل، يعني مش قصه بقى ان احنا لازم نعرف نطمن ان العلاقه الزوجيه بتتم بانتظام. يعني ممكن في بعض الاحيان المشكله بتاعه تاخر الانجاب كلها بسبب تشنج مهبلي، ان ما بيحصلش اصلا علاقه زوجيه بين الزوج وزوجته، ويقعدوا مثلا سنين مش عارفين ايه المشكله ويروحوا للدكتور مكسوفين يقولوا للدكتور. خد بالك ده من الحاجات برده المهمه.
لكن احنا عندنا مشاكل اساسيه لتاخر الانجاب. رقم واحد مشاكل تخص المبيض، ان في مشكله في التبويض، التبويض عندها المبيض ما بيخرجش بويضات بطريقه سليمه او بانتظام. طيب ده اسبابه ايه؟ اسبابه كتير جدا. اشهر حاجتين دلوقتي احنا بنشوفهم حاجتين عكس بعض تماما، حاجه اسمها تكيسات المبيض اللي هو البي سي او، وحاجه ثانيه اسمها ضعف مخزون المبيض. ودول بقينا نشوفهم البي سي او او تكيسات المبيض مش اكياس المبيض، عشان فرق كبير جدا ان واحده عندها كيس على المبيض وواحده عندها حاجه اسمها مبيض متكيس. يعني في كسل في المبيض، تمام، بيدي شكل معين كده في السونار. الحاله دي لازم بيكون عندها الدوره غير منتظمه، اغلبهم بيبقى وزنهم زياده شويه، اغلبهم بيبقى عندهم اعراض زياده هرمون الاندروجين اللي هو هرمون الذكوره، اللي هو بيبقى عندها حب شباب، بيبقى عندها سقوط في الشعر في المنطقه دي، بيبقى عندها زياده في الشعر في اماكن معينه وهكذا. ده اسمه بي سي او، ده سبب من اسباب تاخر الانجاب، بس مش سبب من اسباب العقد اللي هو ان هي ما تخلفش خالص، لا هي هتخلف بس لازم علاج، تمام، والعلاج ده لازم يبقى بانتظام وعلاج كويس وله اساليب كتير، والمنظار برضه له دور في موضوع علاج تكيسات مش الاكياس. حاجه اسمها تثقيب المبيض ما بنحبش نلجا له في اغلب الحالات، لكن ما زال له دور يعني. الحاجه الثانيه اللي هو ضعف مخزون المبيض، دي بقينا نشوفها للاسف كتير جدا. ضعف مخزون المبيض ان المفروض البنت بيبقى عندها عدد معين من البويضات. العدد ده بيبتدي يقل مع السن، هي بتفقد ممكن لحد 400 بويضه في الشهر. تمام، اي واحده كده، ان ربنا سبحانه وتعالى خلقها بنص مليون بويضه، هتحتاج منهم في خلال فتره حياتها كلها عشان تنجب كل شهر حوالي 450 بويضه، حاجه زي كده يعني، اللي هي من سن مجالها سن البلوغ لحد سن انقطاع الدوره، هتحتاج في حياتها كلها ماكسيمم 400 بويضه. طب بقيه ال 500,000 بيروحوا فين؟ بيموتوا كل شهر. تمام؟ في بعض البنات بقى عندهم فقد سريع جدا للبويضات، يعني ال 500,000 دول بيخلصوا على سن 20 سنه، بيخلصوا على سن 21 سنه، على سن 22 سنه. دي احنا بنسميها حالات ضعف مخزون المبيض، ودي احنا بنسميها تاف كيس، يعني حاله من الحالات الرخمه اللي ممكن تقابل اي دكتور في علاجها. الحاجه الثانيه ان اكتشافها لازم يتم بدري، ولازم الاهل يتقبلوا النقطه دي، لان اهمالها او التوجه، يعني مثلا في حاله ممكن نقول لها انت عندك ضعف مخزون مبيض، الجاء الحقن مجهري بسرعه، لان بالتدريج المخزون هيقل. يا دكتور ده متجوزه بقى لها 4 شهور، نلجا ازاي لحقن مجهري؟ لو المخزون المبيض بتاعها قليل لدرجه حرجه جدا لازم اكد عليها المعلومه دي، لا حاولي تحتفظي بالبويضات بتاعتك، حاولي ماشي امشي بعد كده في سكه حمل طبيعي، لكن لازم تحتفظي بالبويضات بتاعتك، المخزون بتاعك بيبتدي يقل تدريجيا. فده اول سبب اللي هو مشكله في التبويض. اي حاجه في الجسم ممكن تاثر على التبويض، كسل في الغده الدرقيه ممكن تاثر على التبويض، السكر ممكن ياثر على التبويض، حاجات كتير، اي حاجه مش منتظمه، وظائف الجسم نفسها كلها ممكن تاثر على التبويض بصوره سليمه. فده رقم واحد. البويضات دي يا دكتور بتبقى بتتكون كل شهر؟ كل شهر بيتكون، بيتم تكوينها، مش اوريدي موجوده داخل، عشان بس بعض الناس تفهم انه مخزون يعني هي موجوده اوريدي. لا، هي كل شهر بيبتدي بيتم تكوينها، مجموعه بويضات بتتحرك مع بعض عشان تخرج، واحده بتسبق. ده اسمه دوميننس، اللي هو واحده خلاص هي سبقت اللي فات وتموت الباقي. هي خلاص يعني واحدة سبقت، هي دي اللي المفروض هتطلع الشهر ده، وبقية اللي هيموتوا هي اللي بتموتهم عادي خالص. ما هو فكرة الحقن المجهري ايه؟ فكرة الحقن المجهري هو الطبيعي ان واحدة ممكن اديها تنشيط تطلع 40 بويضة؟ لا، ده مش الطبيعي. طب ال 40 بويضة دول جم منين؟ هم جم من البويضات اللي كانت هتموت الشهر ده. يعني هي كده كده هتفقدهم، عشان كده سؤال مهم بنتسأله كتير جدا يا دكتور، هل التنشيط الكتير بيخلص مخزون المبيض؟ لا طبعا. يعني ملوش اي علاقه بمخزون المبيض؟ لا ما بيستنزفش مخزون المبيض ولا حاجه، بس من شويه اللي هم اوريدي كانوا هيموتوا اصلا، واخد بال حضرتك؟ وعشان كده هي ممكن كل شهر تطلع 50 بويض، لو هي كل شهر تاخد تنشيط كل شهر تطلع 50، مش مثلا الشهر ده تطلع 50 الشهر اللي بعديه، يعني حالات التكيسات بالذات. هنتكلم شويه يعني تفصيلا في الحته دي، بس احنا وصلنا انه في بعض الحاجات ممكن تاثر على عمليه التبويض، زي مثلا زي النشاط في الغدد. الحاجه الثانيه بقى مشاكل قنوات فالوب، مشاكل قناة فالوب، اللي هو احنا المفروض بيحصل علاقة زوجية في المهبل، بيتجمع السائل المنوي في منطقة في المهبل، بيبتدي كل شوية يخرج حيوانات منوية، بتمشي الطريق بتاعها، تعدي على عنق الرحم، تعدي على الرحم، لحد ما توصل هتقابل البويضة، الحيوان المنوي هيقابل البويضة في منطقة في قناة فالوب. لازم الطريق ده يبقى سالك. ما هو لو في أي مشكلة الحيوانات المنوية مش هتعرف توصل للبويضة. لو في أي مشكلة الحيوانات المنوية وصلت للبويضة، بس لما تكون الجنين ما عرفش ينزل في الرحم. او ما نزلش في الرحم. ليه؟ تقصد في حاجه سد الطريق بتاعه، حاجه سد الطريق، في التصاقات شديده حصلت في قناه فالوب، خاصه
في حالات تأخر الإنجاب الثانوي بعد قيصريات، يعني في حالات قيصريات كتير ممكن تولد قيصري مرة وما تعرفش تخلف تاني طبيعي. ليه؟ حصل أثناء القيصرية انسداد في قناة فالوب، التصاقات حوالين قناة فالوب قفلتها. ده اسمه تأخر إنجاب ثانوي. المشكلة هنا عندها مشكلة قناة فالوب. طب دي نتأكد منها ازاي ونعرفها ازاي؟ بأشعة بالصبغة. طب هل ده كافي ان احنا نطمن ان قناة فالوب سليمة؟ لا مش كافي. الأشعة بالصبغة مش كافي، لان في بعض الاحيان هي ممكن شعب قناة فالوب سالكة، بس الاهداب اللي فيها او الحاجات اللي المفروض بتحرك البويضات او بتحرك الجنين عشان ينزل في الرحم او بتساعد حيوان منوي ان هو يروح للبويضة في قناة فالوب، الاهداب دي بايظة. اشهر حاجة تبوظها اللي كنت قلت حضرتك عليها اللي هي الكلاميديا، نوع من انواع الالتهاب. الالتهاب ده بيهاجم السيليا، بيهاجم الحاجات دي يدمرها خالص. فقناة فالوب بيبقى شكلها جميل جدا وسالكه في الاشعه، بس برضه الحاله ما بتحملش. ده سبب افتراضي احنا لم نتاكد منه، وبيدخل في حته برضه تاخر الانجاب غير معلوم السبب. خد بال حضرتك حتى الان ما قدرناش ان احنا، فقناه فالوب لا ليها دور مهم جدا جدا في حالات تاخر الانجاب. طب هنا بنعالج الجزئيه دي ازاي يا دكتور؟ يعني بمنظار برضه ولا اللي هي جزئيه الحجم المعدني اللي هي الاهداب؟ انا ما اقدرش اكد انها فيها مشكله، لكن ده الحاله اوريدي بتدخل حقن مجهري بدون ما نشخص حاجه زي كده. لكن هي عندها التهاب، حصل التهاب حصل وهي بنت صغيره وما اتعالجش، ووصل ان هو بوظ قناه فالوب، ما بقتش هي شكلها سالك وكويس وكل حاجه ونعمل اشعه بالصبغه سالكه، لكن هي فقدت وظيفتها. والحالات دي بتدخل برضه بتعمل حقن مجهري. الحاجه الثانيه بقى او الثالثه بقى، ان يكون في مشاكل في الرحم زي ما حضرتك تفضلت وقلت. هل الاورام اللي فيها ممكن تاثر؟ ممكن يبقى عندها ورم ليفي جوه تجويف الرحم قافل الرحم خالص، اكنها مركبه لولب بالظبط. يعني اللولب اللي هو قد كده ده بيمنع الحمل، فما بالك ان عندها ورم ليفي مثلا 3 سم موجود جوه تجويف الرحم. اللحميات في بعض الاحيان بيبقى فيه لحميه موجوده في الرحم، في بعض الاحيان بيبقى فيه التهاب مزمن في الرحم، وده برضو حاجه التهاب كان موجود في المهبل وكان موجود في عنق الرحم وامتد لحد ما وصل لبطنه الرحم. الالتهاب دوت بقى حاجه اسمها التهاب مزمن، تشخيصه بالمنظار الرحمي بيبقى له شكل معين بالمنظار الرحمي، وعلاجه هو مضادات حيويه بتطول شويه بس الحمد لله بتجيب نتيجه. وليه شكل برضو ان ممكن نفترض وجوده بالسونار، يعني في بعض الاحيان السونار المهبلي بيبين هل الحاله دي عندها ما يدل ان هو في التهاب مزمن في بطنه الرحم ولا لا. حاجات بسيطه، لكن التشخيص الاساسي بالمنظار الرحمي. فدول الثلاث اسباب المشهورين جدا في موضوع التاخر الانجاب، مشكله في المبيض، مشكله في قناه فالوب، مشكله في الرحم. طيب